اوكي، نجي ان شاء الله على محاضرة الثايرويد جلاند او الغدة الدلقية. ثايرويد ميتابوليك هرمونز عنوان المحاضرة، من اسم الثايرويد ميتابوليك هرمون، يعني هرمونات الغدة الدلقية اللي راح يكون تأثيرها شنو؟ ميتابوليزم، لهذا اعطيناهم هذا الاسم. راح يأثر على الميتابوليزم مات البادي او الايض، يعني العمليات الايضية. زين، the thyroid gland located immediately below the larynx and interior to the trachea. شنو معنى هالحكي؟ يقول لك الموقع مالته اللوكيشن وين صايره بالضبط؟ جوا الحنجره، شوف هالحنجره، فجوا الحنجره وهم interior to the trachea، هاي التراكيا القصبه الهوائيه. زين، فجوا الحنجره وقدام القصبه الهوائيه، شوفوها هسه، هاي هي هاي الغده مالتنا الثايرويد جلاند، صايره جوا الحنجره وعندكم هاي القصبه الهوائيه، شوفوا صايره مقابلها وقدامها. زين، فهذا هو اللوكيشن مالتها. حلو. is one of the largest of endocrine glands، هي من اكبر الغدد يعني الاندوكراين. زين، نورمالي الوزن مالتها شهد يعني تقريبا من طب يعني موزنيها، فطالع الوزن عندهم من 15 الى 20 كيلو غرام بالادوات والبالغين. زين، هالغده شو تفرز؟ يا هرمونات تفرز هرموني مهمات الثايروكسين، زين، اند تراي ايودوثايرينين. طبعا الاسم الثاني الثايروكسين هو تترا ايودو ثايرونين او الثايروكسين. زين، لان الاسمين هن يعني نفس الهرمون، او يختصرونهم بالتي 4. تي 4 هو نفس الثايروكسين، والتي 3 هو نفس التراي ايودو ثايرونين. طبعا الاسم من المشتق تراي فالتي 3، اوكي، تترا يعني اربعه فالتي 4، هيك مشتقين الاسم بالهرمونات هذا كاختصار يعني. زين، both of these hormones profoundly increase the metabolic rate. مثل ما قلنا شنو وظيفتهم؟ انه يزيدن معدل التفاعلات الايضيه اللي يصير داخل الجسم. Thyroid secretion is controlled primarily by thyroid stimulating hormone. زين، فمنو راح يسيطر على السكريشن مالته؟ قلنا احنا السكريشن والهرمون ما يتم بشكل عشوائي، لازم اكو ريجوليشن له. زين شبابنا، فمنو هذا الهرمون اللي راح يسيطر على افراز الهرمونات الثايرويد؟ التي اس اتش او الثايرويد ستيميليتنج هرمون. ايش راح يسوي هذا بالضبط؟ هاي ما مذكور عندكم، بس التي اس اتش يا شبابنا بشكل عام راح يحفز الخليه على انه تقوم تكون بروتينات نسميها بالثايرو جلوبيولين، اوكي؟ فهاي الثايرو جلوبيولين عاد من هذا البروتين. هو شنو البروتين؟ عبارة عن أحماض أمينية. زين، فراح تتكون بهذا الأحماض الأمينية الـ T3 والـ T4، أوكي، حتتكون بالبروتين هذا الـ T3 والـ T4، بعدين راح تنقصني من البروتين هذا، بعدين راح نشرح الميكانيزم شلون راح تتكون هالهرمونات، بس هسه يعني كملخص يعني، فمو تكون نفس الـ T3 والـ T4 بهذا البروتين، اوكي شبابنا، راح تجي اللايزوزومز تقصقص هاي الاماكن اللي تكون بها التي 3 والتي 4 حتى نحصل فقط على التي 3 والتي 4 من هذا البروتين، ما ادري البروتين كله اريد بس التي 3 والتي 4، فلا تجي اللايزوزومز تقص لي الاجزاء اللي تكون بها التي 3 والتي 4 حتى احصلهم بعدين، اوكي؟ وبعدين ان شاء الله راح نشرح انا يعني بشكل اكثر تعميق يعني شلون تتكون هاي الهرمونات. بس هو يعني التحفيز لهذه الهرمونات عن طريق يا هرمون يصير التي اس اتش، اوكي، كل ما يزاد تي اس اتش راح تزداد عندنا تكوين ذي الهرمونات. زين، والتي اس اتش من يفرزه؟ دائما الغده الام اللي هي الغده النخاميه، مثل ما قلنا الغده النخاميه هي تسيطر على افراز الكثير من الهرمونات بالجسم، لهذا احنا سميناها بالغده الام، اوكي. فالبيتيوريتي جلاند يعني خاصه الانتيريور بيتيوريتي جلاند، اوكي، راح يفرز هذا التي اس اتش، ومن ينفرز تي اس اتش عاد راح يبدي عندنا الثايرويد هرمونز تتكون. زين، ثايرويد هرمون ايضا ايش تفرز؟ تفرز الكالسيتونين، اوكي، تفرز هذا الهرمون الكالسيتونين اللي هو طبعا امبورتد هرمون فور كالسيوم ميتابوليزم، طبعا اسم على مسمى كالسيوتونين، تشوفون كالسيوم وكالسيوتونين فاسم على مسمى، فالهرمون هنا يدل اسمه على الشغل راح يسوي، فهنا راح يشتغل على الميتابوليزم مالت الكالسيوم. زين، بس هاي الثاني يقول لك يا ابوي انه 93% من الميتابوليك اكتيف هرمونز، اوكي، سكريتد باي ذا ثايرويد جلاند الثايروكسين. فدي يقول انه هالهرمونات بعد ما صارت اكتف يعني سوينا لها ميتابوليزم، احنا الهرمونات لازم نسوي لها ميتابوليزم حتى تصير اكتف، نسوي لها بعض العمليات الايضيه يعني او التفاعلات الكيميائيه، نسوي لها الهرمونات حتى تصير اكتف. زين، فبعد ما صارت اكتف راح يبدي يقول لك يصير سكريشن، بس يقول لك انه سكريشن هالهرمونات الثايرويد يقول لك 93% من هالسكريشن حيكون اما للثايروكسين، زين، و7% من التي 3. زين،
However, almost all thyroxine is eventually converted to T3 in the tissues. ودي يقول لك اما تقريبا الثيروكسين اللي هو T4 نفسه يعني يا شبابنا ايش راح يسوي من يروح بالانسجه؟ راح يتحول الى T3 زين؟ لان T3 تركيزه كلش قليل فنحتاج انه T4 يتحول الى T3 اوكي؟ لان هن اثنين هن مهمات بالتالي انا احتاج كميات من T4 وال T3 لهذا لازم T4 يتحول الى T3 زين شبابنا حتى تصير الفانكشن يعني بشكل متوازن زين. The functions of these hormones are qualitatively the same. الوظيفة مالتهم يقول لك مؤذن الهرمون هي نفس الوظيفة بس شو الفرق؟ السرعة وكثافة التأثير اوكي؟ الفرق فقط بسرعة التأثير يعني اكو واحد التأثير يكون سريع واحد يكون تأثيره أبطأ يعني يحتاج وقت يلا يبدي تأثيره زين هما كثافة التأثير على المنطقة زين أو قوة التأثير على المنطقة هم يختلفون. فده يقول لك التي 3 تقريبا يا شبابنا 4 times as potent thyroxine. طبعا potent معناته التأثير ايش وقت يبدي اوكي فكل ما يكون potent اكثر معناته التأثير مالته راح يبدي اسرع اوكي هو هذا معنى potent. potent معناته انه ايش وقت يبدي عندك التأثير مالت فلان هرمون او فلان دراج عند يا تركيز زين فكل ما يكون more potent معناته هذا يبدي تأثيره عند أي تقريبا أي تركيز يعني حتى لو تراكيز قليلة زين هو البوتنسي له علاقة بالرابيديتي اوف اكشن زين بسرعة التفاعل زين فكل ما يكون more potent كل ما راح يكون التأثير شنو أسرع زين فالتي 4 يعني كتأثير هو أسرع من التي 4 بأربع مرات زين بس في شو المشكلة يقول لك present in the blood in much smaller quantities بس يظهر بالدم يعني تراكيز أو كميات كلش قليلة أوكي أو بمعنى آخر persist for a much shorter time يعني نفس المعنى يقول لك إنه راح يبقى بالدم لفترة كلش قليلة persist يعني يستمر أوكي فيستمر وجوده بالدم لفترة كلش قصيرة زين مقارنة بمن بالثايروكسين اللي هو الثايروكسين من هو التترا ايودو ثايرينين زين شباب هسه ان شاء الله راح نبي نشرح كيف اسلاج شلون يتكون الثايروكسين والتي 3 داخل الجسم فلازم نفهم اول شيء بعض الشغلات فمنها شغلات انه يقول ان the thyroid gland is composed of large numbers of closed follicles filled with a secretory substance called colloid and lined with cuboidal epithelial cells that secrete into the interior of the follicle. فدي يقول لك يا حلو ان الغدة الدرقية هي عبارة يعني تتكون من مجموعة من الفجوات اوكي وذي الفجوات يكون مسدودة شلون نسدوها لان هنا ذي الفجوات محاطة بشنو بابثيليال سيلز كيوبويدال ابثيليال سيلز ذي الخلايا راح تحيط لها الفجوة يعني وتسدها من الخارج اوكي وش راح يسوي ذي الخلايا عاد الكيوبويدال راح تفرز داخل هاي التجاويف فد مواد نسميها بالكولويد زين زين هذا الكولويد مش شو يتكون يقول لك يتكون من لارج جلايكوبروتين تعرفون جلايكوبروتين يعني جزيئه تتكون من سكر وبروتين كمثال يعني هذا الكولويد هو شنو عباره عن ثايرو جلوبولين زين شبابنا ثايرو جلوبولين اللي هو هذا راح يحتوي الهرمونات اللي نريدها احنا اللي هي التي 3 والتي 4 زين شبابنا هو هذا الهرمون يا شبابنا الثايروغلوبين هو عبارة عن هرمون كبير بأحماض أمينية هواية فيحتوي طبعا على التايروسين أوكي يحتوي على التايروسين زين يحتوي على وحدات التايروسين فشو راح يتكون بداخل هذا البروتين التي 3 والتي 4 راح يتكون يا شبابنا عن طريق من يجي الايودايد يعني تدخل الخلية مالت الغدة الدرقية بعدين واحد حتتحول هاي الايونات مالت الايودايد الى طبعا الفوليسل اللي هي التجويف وبعدين راح تتاكسد هاي الايودايد الى ايودين والايودين يا شبابنا راح يجي يرتبط بمن يرتبط بالثايروكسين الموجود بهذا الثايروغلوبيلين اوكي فمن راح يرتبط بيه يا شبابنا اذا ارتبط عندنا ثلاثة يعني ايودين بالثايروكسين فايش راح يتكون عندنا راح يتكون عندنا التي 3 اما اذا ارتبطن يعني اربعة ايودين بمن ارتبطن يعني ارتبطن بالش اسمه بالتايروكسين طبعا كل اثنين خلوا ببالكم كل اثنين ايودين يرتبطن بواحد تايروكسين فنحتاج احنا حلقتين من التايروكسين حتى نقدر نربطهم باربعه من الايودين ونكون مركب ما يسمى
بالثيروكسين زين. اما بالنسبه للتي 3 فمشنو يتكون؟ يتكون حلقتين من التايروكسين اوكي. بس شنو هاي التايروكسين؟ هاي شبيهه الحلقتين مرتبطه بثلاثه اوكي، بثلاثه ايودين. خلينا نشوفكم الستركتشر، شوفوا الستركتشر هسه هذا عندنا. ده شوفوا هنا شباب، من هاي وحده اثنين ثلاثة أربعة، وهاي حلقة شنو؟ هاي مالت الثيروكسين، وهاي حلقة الثيروكسين. زي شبابنا هذين وين موجود؟ طبعا ذني الحلقة موجودات ضمن الثيروغلوبيولين اوكي، ضمن هذا البروتين موجودات. فهيك احنا دا نكون التي 3 والتي 4 وين؟ داخل الثيروغلوبيولين. بعدين راح نحكي شلون راح نجي نقص هذين الاجزاء من هذا البروتين حتى نحصل على فري تي 3 وايضا فري تي 4. المارد المرتبطات بالثيروغلوبين، فاحتاج بعدين فد انزيمات او اشياء تقص هذا الجزء من الثيروغلوبين. لهذا يقول لك انه الثيروغلوبين راح يحتوي الثايرويد هرمونز. انا اريد اوضح لكم هالنقطه، وانا سطيتكم طبعا ملخص على عمليه التكوين، فان شاء الله هسه راح نجي نحكي سالحه راح توضح لكم الفكره اكثر واكثر. زين، يقول لك to form normal quantities of thyroxine نحتاج احنا 50 مليغرام of ايودين. زين، اللي هذا طبعا راح يجينا من الايودايت. زين شبابنا، خلال كل سنه، اذا خلال كل سنه انت تحتاج 50 ملغرام من الايودين اوكي، او يعني 1 ملغرام لكل اسبوع من الايودين انت تحتاج حتى تكون يعني نسب طبيعيه من الثيروكسين اوكي. زين، ايودايت ingested orally and absorbed from the gastrointestinal tract to the blood the same manner of the chloride. دي يقول ان انت اوكي هسه بلعت، هسه دي بدي يحكي هسه شلون راح يصير عمليه تكوين الثايرويد. زين، فيقول لك انه احنا حتى نكون نحتاج الايودين اوكي، نحتاج الايودين ايون موليكلز. فمن راح تجينا هالايودين موليكلز؟ اول شيء انت لازم تاكل الايودين اوكي، فمن راح تاكل الايودين بالدم راح يتحول الى ايودايد اوكي. طبعا شو الفرق بين ايودايد وايودين؟ انه الايودايد هو عبارة عن ايون سالب اوكي، والايودين هو عبارة عن ايودايد مرتبط بايودايد فيكون الاي 2 يعني اوكي موليكل. زين شباب، هذا الفرق بين الايودايد والايودين، فانت تحتاج الايودين. المهم انت سبلعت الشباب من الايودين في الدم راح يتحول، لان الدم هو اكيوس سولوشن، فراح يتحول الايودين الى ايودايد اللي هو يعني ايودايد سالب الشحنة راح يكون. زين، ويقول لك طبعا الامتصاص مالته للدم راح يصير نفس طريقه الامتصاص الكلورايد اوكي. زين حلو، هسه انت امتصينا الايودين بالدم، ايش راح يصير بعدين؟ يقول لك normally most of iodides are rapid excreted by the kidney but only one fifth selectively removed from the circulating blood by the cells of thyroid gland used for synthesis of thyroid hormones. يقول لك هذا الايودين راح يدخل البلد، زين راح يتحول الى ايودايد، ويقول لك هذا الايودايد اغلبه ايش راح يصير له يا شبابنا؟ راح يطلع برا الجسم عن طريق الكدني. راح يقول لك بس خمس، واحد خمس من هاي الكميه مالت الايودايد ايش راح يصير لها؟ الخلايا مالت الغده الدرقيه راح تسحب هاي الكميات من الايودايد حتى تكون الهرمونات الغده الدرقيه. زين، فدي يقول لك اول خطوه هسه راح نسويها، ايش راح نسوي؟ يقول لك حتى نكون الثايرويد هرمونز is transport of iodides from the blood into the thyroid gland cells and follicles. فاول خطوه هسه لازم نسويها يا شباب انه ننقل هذا الايودايدز من الدم وننقله الى الثايرويد جلانديولار سيل، الى خلايا الغده الدرقيه، وايضا بعدين للتجاويف، لان بالتجاويف هناك شنو عندنا؟ عندنا الهرمون الحلو مالتنا الثايرو جلوبين قاعد ينتظر هاي الايونات تجي عاليه مالت الايودين يا شبابنا حتى ترتبط فيه ويتكون التي 3 والتي 4، بعدين هاي البروتين نقصه حتى نحصل على فري تي 3 والتي 4 ويطلع من برا الدم اوكي. المهم هسه شبابنا لازم احنا نوصل هاي الايودايت ايونز من الدم الى الخلايا الغده الدرقيه وبعدين للتجاويف. زين، فدي يقول the basal membrane of the thyroid gland has specific ability to pump the iodide actively to the interior of the cell. زين، انا افضل هسه نبدي نحكي شويه على هالصوره احسن من الحكي مال السلايدات، بعدين نرجع على حكي السلايدات او يمكن نغلس عليها. فركزوا هسه على هالصوره شباب نهايه اوكي، ركزوا على هالصوره. شوفوا شبابنا، هاي الخليه، هاي الثايرويد سيل اوكي،
وهنا أنا عندي شنو هاي هنا الفوليسل، وهنا أنا شنو عندي البلاد. فهاي الخلية القاعدة مالتها هنا أنا. اوكي هاي القاعدة هنا أنا. اوكي وهاي الابيكال القمة مالت الخلية مالتي وين صايرة هنا أنا. اوكي هاي القمة مالت الخلية، وقلنا هاي شنو هالمنطقة، هاي الفوليسل او التجاويف مالت الغدة الدرقية، وهنا البلاد. اوكي هنا عندنا البلاد. فايش راح يصير يا شبابنا؟ عندنا وهالدوائر، هاي الدوائر البيضاء اللي تشوفوها هذني عبارة عن بامبرز او مضخات. فهالمضخة الاولى مالت البوتاسيوم كالسيوم ادابتيز، هاي ايش راح تسوي لنا؟ هاي راح تطلع لي صوديوم برا خلية الثايرويد. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تركيز كلش قليل من الصوديوم ايونز زين داخل خلية، وبرا تركيز عالي. وطبيعيا يا شباب نورمالي الايودايد ايون تشوفون هذا الاي سالب، هو هذا الايودايد ايون تركيزه داخل عليه يكون كلش عالي، وبره يكون تركيزه قليل. اوكي فانا شو احتاج؟ انا احتاج انقل من برا لجوا، انقل الايودايد للداخل زين، انقل الايودايد من الخارج للداخل، يعني من التركيز الواطي الى التركيز العالي. فانا معناته راح اسوي اكتيف ترانسبورت، ويا نوع من الاكتيف ترانسبورت حسوي السكندري ترانسبورت، وبالضبط يا هو الكون ترانسبورت او النقل المشترك. فشو راح اصير هالعمليه؟ انا احتاج طاقه، من حاصل هالطاقه؟ يقول لك هذا هاي المضخه الحلوه مالت الصوديوم كالسيوم ادابتي، ايش راح اسوي؟ راح اطلع الصوديوم اوكي يعني راح اطلعه برا الخليه، فحيصير عندك تراكيز كلش عاليه من الصوديوم برا الخليه زين، وداخل الخلية واطية. فأنا معناته شنو؟ معناته أنا أحتاج أنقل الصوديوم إلى داخل خلية، فحتجي عندي فد مضخة. أوكي هالمضخة الثانية جوا راح تنقل الصوديوم إلى داخل الخلية، بس شنو هذا البروتين من مرتبط بالصوديوم ما يقدر ينقله بوحده، يحتاج بعد أيون ثاني. فمن هذا الايون اللي راح ينقله وياه؟ راح ينقله الايودايد وياه. اوكي الايودايد راح يجي يرتبط بهالمضخة، بحيث كل ايودايد ايون يا شبابنا ويا راح يكون اثنين صوديوم، وذولا كلهم راح يدخلون وين؟ الى داخل خليه. زين احنا هسه ما وضحنا الطاقه من جتي حتى دخل ايودايد. الطاقه جتي من انه الكونستريشن عالي من الصوديوم الموجود برا الخليه، انتم تعرفون هو شنو مشحون، شحنه موجبه، فصارت انت عندك شنو؟ شحنه موجبه كلش عاليه برا الخليه. فهي معناتها هاي الايونات الموجبه شو تسوي يا شبابنا؟ تسحب الايونات السالبه، هي من ناتج الطاقه، لان الشحنات الموجبه تسحب الايونات السالبه. فهو هذا الصوديوم سحب وياه الايودايد ايونز يا شباب، ودخله وياه زين، دخله وياه الى داخل خليه زين، عن طريق هاي المضخه اللي نسميها طبعا الصوديوم ايودايد سيمبورتر. طبعا تعرفوا شنو الصوديوم ايودايد سيمبورتر؟ خليني اشوفكم الصوره همات. شوفوا عندنا هاي الصوره الحلوه، عندنا هاي السيمبورتر تشوفون هذا بروتين، وهاي سبستانس اي وسبستانس بي، وهنا انا عندي سبستانس اي هنا هم سبستانس اي سبستانس بي. فبالسمبورتر يا شبابنا معناته انه اكو بروتين زين، ايش راح يسوي؟ راح ينقل لي اثنين ايونات بنفس الاتجاه، تشوفون نفس الاتجاه ينقل ايون البي وايون الاي. يونيبورتر معناته ينقل لك بس ايون واحد باتجاه واحد. انتي بورتر من اسمه انتي يعني معاكس، يعني هاي البروتين راح ينقل لك الاي والبي باتجاه المعاكسين زين. فهنا عندنا هاي الصوديوم ايودايد سمبورتر راح تنقل لي الصوديوم والايودايد بنفس الاتجاه، راح تنقلهم اثنيناتهم تشوفون اثنيناتهم بنفس الاتجاه الى داخل الخليه زين. فهاي البروسس مال عمليه ادخال الايودايد من خارج الخليه الى داخل الخليه شو نسميها؟ نسميها بالايودايد ترابينج اوكي، او تعليق الايودايد داخل الخليه زين. فدي يقول لك بالاحوال الطبيعيه تقريبا يقول لك هاي البامب اللي هي مات الصوديوم ايودايد سمبورتر راح يقول لك تخلي تركيز الايودايد داخل الغده عفوا داخل خليه الثايرويد 30 مره ضعف منه، ضعف الكونسنتريشن الموجود داخل الدم زين. هاي بالحاله الطبيعيه يعني، بس يقول لك من تتحفز يعني الى اقصى حد الغده الدرقيه راح يصير تركيز الايودايد يعني 250 ضعف اللي موجود زين بالدم. وهاي العمليه قلنا شو نسميها؟ ترابينج زين. هذا الترابينج مال الايودايد بشنو يتاثر؟ شلون دا يصير الريجوليشن؟ من دا يسيطر على هذا الترابينج؟ دا يسيطر عليه مثل ما قلنا التي اس اتش. التي اس اتش هرمون يا شبابنا راح يحفز لي شو اسمه
الاكتيفيتي مالت هاي المضخة، وهم ما تقدر يثبطها بنفس الوقت. زين شبابنا، هو راح يحفز هاي الـ الـ هاي شو اسمه البام. اوكي، فالتي اس اتش هو طبعا ثايرويد ستيمليتنج هرمون، هو راح يكون مسؤول عن ريجوليشن اوف ذا ترابينج بروسيس، هو المسؤول عن تنظيم هاي عمليه الترابينج اوف ايودايد، زين اللي حكينا عليها قبل شويه. زين هسه احنا هاي الميكانيزم اللي حكيناها، قلنا احنا بس دخلنا الايودايد، وين دخلناه الى داخل خليه. زين انا اريد يوصل الفوليصل، احنا قلنا احنا وين نريد هاي الايودايد، هاي الايودين وين نريد نربطها؟ نريد نربطها قلنا بالثايرو جلوبولين الموجود بالفوليصل بالتجويف. زين، وهاي بشنو راح يرتبط؟ راح يرتبط مثل ما قلنا باليا امينو اسيد بالتايروسين، راح يرتبطون بالتيروسين، وعاد من يرتبطون بالتيروسين راح تكون عند التي 3 والتي 4، بعدين هذا شو اسمه البروتون بعد ما يعني ارتبطوا بهاي شو اسمه الايودايد ايونز. اوكي، مرتبط بها الايودين، العفو الايودين مرتبطات، راح تكون تي 3 وتي 4 بالثيروجلوبين. فالثيروجلوبين ايش راح يصير به؟ راح يصير عمليه اندوسايتوسيس. اوكي، راح يدخل يعني داخل من هنا، راح يجي يدخل الى داخل خليه، وبداخل خليه اكو انزيمات نسميها باللايزوسومز. اوكي، هاي اللايزوسومز وظيفتها تقصقص البروتينات. اوكي، فراح تقص الاجزاء اللي بيها تي 3 والتي 4، بالتالي انا حصلت على تي 3 والتي 4. بعدين ايش راح يصير؟ عمليه اكسوسايتوسس للتي 3 والتي 4، عمليه اخراجه من داخل خليه الى البلاد، وهي انا حكون اني يعني كونت التي 3 والتي 4. زين، انا طبعا كل ساعيدها عليكم لان هاي حتى تثبت الفاكو ميكانيزم. زين، بس هسه خلينا نرجع وين وصلنا. قلنا هسه عندنا الايودايد ايونز دخلا داخل الخليه. زين، اريد اوصل التجويف، شلون حوصل التجويف؟ عن طريق هاي البمبره الحلوه، هاي المضخه الحلوه اللي هنا أنا، اللي نسميها بالكلورايد ايودايد كاونتر ترانسبورت. خلينا نرجع الصوره مالتنا هاي، شوفوا كاونتر ترانسبورت، عندنا واحد راح يدخل داخل الخليه وواحد راح يطلع خارج الخليه. زين، فالكلور راح يدخل داخل الخليه والايودايد ايش بيه؟ راح يطلع برا الخليه. اوكي، شو نسمي هاي المضخه؟ الاسم الثاني اسمه بيندرين. اوكي، الاسم الثاني لها بيندرين. زين، فهسه احنا حصلنا ايودايد ايونز. اوكي، حصلنا على ايودايد، قلنا الايودايد هو شنو؟ هذا الايودايد. اوكي، هذا الايودايد وهذا الايودين، تشوفون الفرق؟ الفرق فقط انه الايودين هو عبارة عن جزيئات تتكون من اثنين ايودايد، والايودايد هو عبارة هذا الاي السالب. زين، فاحنا نحتاج منه، نحتاج الايودين. فهسه احنا عندنا الايودايد دخل الفوليسل، بعدين راح نوضح شلون راح يتاكسد هذا الايودايد ويتحول الى ايودين عن طريق انزيم معين، وبعدين يبدا يرتبط بالثيروجلوبولين وتصير بروسس اللي كل ساعه نعيدها. زين، فدي يقول اخر شيء the thyroid epithelial secrete into false thyroglobulin that contain tyrosine amino acid to which iodide ions will bind. اوكي، زين شبابنا، فدي يقول لك ان الثايرويد ابيثيليا ذين الخلايا هم راح يفرزن مثل ما قلنا الثايروجلوبولين اللي راح تيجي بعدين انه الايودين. زين، او الايودايد يعني ترتبط بالامينو اسيد مالت التايروسين حتى تكون عند تي 3 والتي 4، بعدين مثل ما حكينا يبدي بعدين يطلع ال تي 3 والتي 4 الى البلاد. زين شباب، احنا قلنا عندنا الايودايد دخل الفورس، دخل التجويف، وعلى فكره نسيت اشوفكم هاي التجويف الموجوده بالغده الدرقيه. خلينا نشوف هسه، شوفوا عندنا هاي الخلايا هي الكيوبويدال سيل، شوفوا شلون حايطه هاي الدائره، هاي محيطها حيتطلب شنو بالتجويف؟ هذا التجويف. اوكي، هو هذا الفوليسل، هذا التجويف اللي تتكون به الثايروغلوبولين. قلنا هو الثايروغلوبولين هو شنو؟ هو الكلويد. اوكي، هو الكلويد الموجود هنا. فهاي هنا عندنا ذي الخلايا، فالخلايا شبابنا راح عاد تعطينا الايودايد ايونز هنا بالفوليسل هاي. زين، وصل عندنا هذا الايودايد ايونز بالفوليسل. انا ما اريد الايودايد، احنا قلنا شنو نريد؟ نريد الايودين. فراح نحتاج احنا هذا الايودايد
نختزله، عفوا اكسده، زين الاكسده حتى يتكون الايودين، زين. فمن راح يسوي هاي عمليه الاكسده؟ عندنا انزيم، دائما هي الانزيمات يعني تكون مسؤوله على عمليه الصد داخل الجسم، التفاعلات، زين. فالبيروكسيديز، اوكي، انزيم البيروكسيديز هو راح يسوي لنا هاي العمليه، زين. ونحتاج طبعا وجود الهيدروكسين، الهيدروجين بيروكسيد، زين، ويا انزيم البيروكسيديز راح تتم عمليه اكسده الايودايد الى ايودينز، زين. زين هسه هذا راح يا شباب راح نشرح، هنا اخر مره نشرح على السنسس مالت الهرمونات الذني. ان شاء الله هاي الرساله يعني كلش راح توضح لكم المعلومه بشكل كلش واضح يعني، زين. هسه احنا نريد نكون، قلنا شنو نريد نكون؟ التي 3 والتي 4 هرمونز، زين. انا لازم لازم اول شيء بالفوليسل مالتي، هذا التجيف هذا طبعا، هنا عندي فوليسل، هنا انا بلاد، وهاي الخليه مالت الغده الدرقيه. فاحتاج بالفوليسل يتكون عندي الثايروغلوبولين، هذا البروتين. فشو راح يتكون؟ راح يجينا وقت تجيني اشارات من التي اس اتش، من الثايرويد ستيمليتنج هرمون، راح يحفز لي هالغده، يقول لي يا غده كوني لي يعني هذني البروتينات، اوكي. فالاحماض الامينيه لهذا ندش، شلون الاحماض الامينيه جت دخلت هنا، راح تروح للشبكه الاندوبلازميه اللي هنا أنا موجوده، اوكي، الشبكه الاندوبلازميه. ايش راح تسوي هاي؟ طبعا هاي الشبكه الاندوبلازميه راح تاخذ هاي الاحماض الامينيه، وبوجود التي اس اتش راح تكون لنا طبعا بروتين الثايروغلوبولين، اوكي، راح يندمجن ذني الدواره، يعني ذني الاحماض الامينيه تكون عندي الثايروغلوبولين، هذا الخطوه الثايروغلوبولين، اوكي. بعدين هذا الثايروغلوبولين راح يروح الجولجي ابارت، الجهاز كولجي، جهاز كولجي ايش راح يسوي له؟ راح يحيط هاي البروتينات ب فيزيكلز، اوكي، او حويصلات، زين. بعدين هاي الفيزيكال ايش راح تسوي؟ راح تروح للابيكال، راح تروح لقمه الخليه هاي، زين. هاي الخليه طبعا، هاي الابيكال، هذا الابيكال هنا، عفوا، عندنا هذا ابيكال، زين، وهنا عندنا شنو هذا؟ هذا البازل، اوكي. فهاي الفيزيكال يا شباب راح توصل هنا عند الابيكال، فايش راح تسوي؟ راح تفرز هذا شو اسمه البروتين الثايرو جلوبولين، اوكي، الثايرو جلوبولين، زين. وين موجوده الثايرو جلوبولين؟ داخل شو اسمه الفور، داخل التجيف، زين. هسه اوكي، انا اريد اكون تي 3 وتي 4 الشرط الاول، وجود الثايرو جلوبولين بالفوليسل، اوكي، دان، سويته هذا. الشرط الثاني احتاج الايودايد ايونز، زين. فلازم انا تجيني هسه الايودايد ايونز وين؟ داخل الفوليسل هاي، وبالشكل المؤكسد اللي هو الايودين، زين. فالدم ايش راح يسوي لنا يا شبابنا؟ هنا الدم راح يجي يحصل منه الايودايد ايونز، الايودايد ايونز راح يتم نقله عن طريق هذا الان اي اس ترانسبورتر، مثل ما حكينا اللي هو الاكتيف ترانسبورت، قلنا سكندري اكتيف ترانسبورت، وهو ايضا كو ترانسبورت، راح يدخل عندنا المهم الايودايد، اوكي، اللي هو الاي سالب، زين. دخل الايودايد، ايش راح يصير بعدين؟ من دخل هذا الايودايد داخل الخليه هاي، زين، دخل الايودايد الى داخل الخليه، ايش راح يصير له؟ راح يطلع قلنا لبرا عن طريق يا شو اسمه، يا بامب، يا مضخه، قلنا البيدرين، اوكي، البيريدين، العفو، البيريدين، راح يطلع لنا الايودايد برا، وين برا؟ للفوليسل، ويدخل الكلور وين؟ الى داخل الخليه، هو كاونتر ترانسبورت هنا مثل ما شفنا الصوره لكم. فهسه بالكولويد صار عندنا، اوكي، صار عندي ثايروغلوبولين، صار عندي ايودايد. الشغله الثالثه اللي احتاجها، لازم هذا الايودايد يتحول الى ايودين، فراح يجي عندي الثايرويد بيروكسيديز، اوكي، هذا الثايرويد بيروكسيديز، وبوجود طبعا هيدروجين بيروكسيديز راح يتحول الايو دايت الى ايودين، اوكي. هسه بالفولس المالتي، اوكي، ثلاث شروط صار انه تحول هسه عندي الايودايت الى ايودين. هسه انا شو احتاج؟ احتاج الثايروغلوبولين شو اسوي له؟ اسوي له عمليه ايودينيشن، اوكي، اضيف له ايودايت. هاي الايودايت طبعا المن بشنو ترتبط؟ ترتبط بالثايروكسيل، لان ليش الثايروكسيل؟ لان الثايروكسيل يشوفون بي او اتش، اوكي، وهاي او اتش تعتبر رياكتيف يعني تتفاعل،
هاي الرياكتيف كلش تفاعل، فلهذا راح تتم عليه هاي الحلقة الثايروسيل بالثايروغلوبولين عملية الايودينيشن، راح تنضاف عليها هاي الايودين، وكل ايودين ايش قد بيه يا شبابنا؟ بيه 2 ايودايد، زين شبابنا 2 ايودايد، فممكن بحلقة الثايروسيل هاي يا اما من هذا الايودين يرتبط بيها 1 ايودايد، وراح يتكون عندنا ما يسمى بالمونو ايودو تايروسيل ريزيديو، اوكي، او يرتبط 2 ايودايد بمن يرتبط طبعا بالتايروسيل اللي موجوده بيها بروتين ثايرو جلوبولين، اوكي، فراح تكون عندي داي ايودو تايروسيل، طبعا اسم على مسمى بما انه 2 ايودايد داي ايودو تايروسيل، وهنا أنا مو هنا أنا وحده يعني مونو، اوكي، اسم على مسمى، زين هسه انا تكون عندي مونو وداي ايودو، هل تكون عندي تراي ايودو؟ احنا نعرف التي 3 هو عباره عن تايروسيل، اوكي، بيها 3، زين انا هنا عندي 2، اوكي شو المشكله هاي؟ والتي 4 هو عباره عن قلنا حلقتين من التايروسيل، ايش بيها؟ بيها 4 ايودايد، زين اما التي 3 قلنا هو حلقتين من التايروسيل وبيهن 3 ايودايد، فايش راح يصير عندي بعد هاي العمليه مال ايودينيشن؟ راح يبدي عندي ما يسمى بالكوبلينج دمج، راح ندمج هاي الحلقه المونو تايروسيل راح تندمج ويا الداي تايروسيل، اوكي، يعني راح مو اندمج انما راح يصير ارتباط بيناته، راح يرتبطن حتتكون عندنا الستركتشر اللي هو طبعا يكون من هو التراي ايودو تايروسيل اللي هو تي 3، وهذا كله راح يصير طبعا راح يصير على الثايروجلوبولين نفسه، وهاي العمليه مال التكوين طبعا تستغرق ايام، يعني مو بسرعه، لا تستغرق ايام، ساعات تطول، زين تكون عندنا مثل ما تشوفون هاي التراي ايودو تايروسيل، تشوفون شلون هاي حلقه تايروسيل وحلقه تايروسيل ارتبطوا مع بعضهن، اوكي، وهاي طبعا وهاي بمونو، هاي الحلقة بوحدة مونو ايودو تايروسيل، وهاي هي الداي ايودو تايروسيل، طبطين اثنيناتهم كونن لي التراي ايودو تايروسيل او التي 3 هرمون، داخل يا هرمون داخل عفوا يا بروتين داخل هذا البروتين اللي هو الثايروغلوبولين، زين بس اذا اجي عندي 2 من الداي، اوكي 2 داي ايودو تايروسيل ارتبطوا مع بعضهم، زين وكولوا لي هذا، زين راح يرتبطوا مع بعضهم البعض ذولي حتى يكونون التترا ايودو تايرونيل ريزيديو اللي هو تي 4 او نسميه ايضا بالثايروكسين، اوكي شوفون هاي الحلقه بوحده شنو هي؟ داي ايودو، داي ايودو، 2 دي ايودو اربطهم يطلع لك شنو الناتج؟ سبونج بوب، العفو يطلع تترا ايودو ريزيديو، زين بيشوفوا شلون حلقتين وبيهن 4 ايودايد، خلينا نشوفكم صوره، هاي الصورة الحلوة شوفوا هذا هاي تايروسيل سبونج بوب تكون عندي هذا هاي هنا أنا وحدة 2 3 4 إذا تي 4 إذا حذفنا وحدة حتصير تي 3 زين شبابنا فهسه أنا شنو تكون أنا عندي هذا ال شو اسمه ال تي 3 والتي 4 تكون داخل بروتين الثايروغلوبولين زين هل حصلت انا على التي 3 والتي 4 بالدم اني؟ لا انا حصلته داخل الثايرو جلوبولين، هذا الثايرو جلوبولين مستحيل ينفرز بالدم اوكي لان هو كلش هيدروفوبيك زين فانا احتاج بس التي 3 والتي 4 منه احصلهم بعدين افرزهم بالدم، فهذا اللي راح يصير يا شبابنا، شوفوا هسه هاي الفوليسل او عفوا هاي الفيزيكال بيها الثايرو جلوبولين بروتين اوكي بي تي 3 والتي 4 زين فايش راح يصير راح تجي تدخل راح هاي هذا البروتين راح يدخل الى داخل الخليه راح يصير عمليه اندوسايتوسس عمليه البلعمه زين فهنا طبعا اكو اللايزوزومز اللي تشوفون عندنا لايزوزومز بروتيز اوكي راح تنفرز هاي وين راح تنفرز داخل الحويصلة البروتين الثيروغلوبولين ومن اسمها بروتيز بروتيز يعني تحلل البروتين واللايزوزومز هم يعني يحللون البروتين
فراح يقصون هذا البروتين الى اجزاء، زين، فراح احصل على اجزاء التي 3 والتي 4 من هذا البروتين. اوكي، ليش راح احصلهن؟ لان هو اصلا هذا البروتين قلنا شبيه بالتي 3 والتي 4، فمن يجي هذين اللايزوزومز والبروتيز يقصقصن هذا البروتين. يا شباب تخيلوه، يعني ذن الانزيمات تخيلوه كانما مقص، اوكي، تخيلوها مثل مقص، راح يجي كانه مقص وراح يجي يقصقص هذا البروتين الى اجزاء، فحنحصل على اجزاء التي 3 والتي 4. اوكي، هسه هاي شنو بها المفروض بيها التي 3 والتي 4، زين، هاي الفوليسل بعد ما صارت عمليه التحليل هاي مالت المقصات، زين. فبعدين يا شباب ايش راح يصير؟ راح التي 3 والتي 4 يطلع من برا الخليه الى داخل الدم، زين، وهو حتى لو طلع داخل الدم هل راح يكون بشكل فري؟ لا، ما راح يكون بشكل فري، راح يرتبط بهرمونات، طبعا بروتينات، زين، راح يرتبط ببروتينات اللي هي طبعا منهم هذا البروتينات اللي يرتبط بها ثايروكسين بايند جلوبولين. اوكي، تي 3 والتي 4 يرتبطن بهذا البروتين داخل الدم، ما يقدر ينتقل بشكل فري لانهم هم يعتبرون هيدروفوبك، زين، بس ذاك ليش ما قدر يدخل الدم؟ هو اوكي هيدروفوبك، بس ذاك الثايروجلوبين كل شيء كبير عكس التي 3 تي 4، يعني اصغر منه، زين، بس ممكن يعني الثايروكسين العفو ممكن يعني يرتبط يعني بشكل اقل، اوكي، ببروتينات اخرى، يا بروتين ذني طبعا البري البومين والالبومين، بس بنسب قليل راح يرتبطون بهم التي 3 والتي 4. اغلب التي 3 والتي 4 بما يرتبط قلنا يرتبط يا شباب طبعا الثايروكسين بايندينج بروتين. اوكي،